التطبيقات العليا بمحافظة تعز عن فعل مادة الأكسجين بصورة تامة من مستشفيات المدينة، وحذرت في بلاغ صحفي من العواقب الكارثية لانعدام أسطوانة الأكسجين بشكل كلي في مستشفيات مدينة تعز، معتبرة هذا التصرف انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وقالت اللجنة الطبية العليا بتعز في بلاغها العاجل إن ما تبقى من مستشفيات المدينة التي ما زالت تعمل وتقدم خدماتها الإنسانية للمواطنين داخل المدينة قد أوقفت كافة العمليات الجراحية بسبب نفاذ مادة الأكسجين، مؤكدة حاجتها الطارئة لتوفير مادة الأكسجين خصوصا في غرف العناية المركزة لاستمرار إجراء العمليات وإنقاذ الجرحى والمصابين جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي والصالح على محافظة تعز منذ إبريل الماضي. وأكدت اللجنة الطبية العليا بتعز على أن الاستمرار في منع دخول مادة الأكسجين إلى مستشفيات تعز سيؤدي بالضرورة إلى وفاة الكثير من المرضى والمصابين، وهذه جريمة لا تقوم بها إلا ميليشيا مزوعة الضمير وفاقدة لكل القيم الإنسانية وخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، حد تعبير بلاغ اللجنة. واعتبر بلاغ اللجنة الطبية العليا بتعز احتجاز العديد من شحنات الأكسجين في مداخل المدينة ومصادرة البعض الآخر، وآخرها احتجاز شحنة في منطقة ديمنة خدير جنوب شرق تعز بشكل تعسفي وغير إنساني. اعتبر بلاغ اللجنة الطبية العليا بتعز ذلك أمرا يؤكد مدى تجرد هذه الميليشيا من أبسط القيم والمعايير الأخلاقية. وجددت اللجنة الطبية العليا بتعز تحذيرها من وقوع كارثة محققة في حال استمرار الحال على ما هو عليه، داعية كافة المنظمات المحلية والدولية والبرامج العاملة ورجال المال والأعمال وفاعلي الخير بالإسراع إلى الإسهام في مساعدة اللجنة لحل هذه المشكلة ومنع توقف مستشفيات المدينة عن العمل جراء انعدام مادة الأكسجين. وعلى سياق متصل، أكدت اللجنة العليا للإغاثة أن الميليشيا الانقلابية احتجزت الخميس الماضي 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والمقدمة لأبناء تعز وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي. وقال مصدر في اللجنة العليا للإغاثة إن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تثبت عدم جديتها نحو مشاورات جنيف 2 المزمع انعقادها في 15 ديسمبر الجاري برعاية الأمم المتحدة.